مرحبا بكل حضراتكم مرة أخرى. ويعني يمكن الموسم الجديد للدوري العام المصري لم يتم تحديده حتى الآن، لكن كل الأندية بتستعد لهذا الموسم سواء بتدريبات أو معسكرات أو ما إلى ذلك. وطبعا شفنا النادي الأهلي اللي بدأ معسكره في النمسا، لكن خلينا دلوقتي ننتقل إلى نادي آخر عزيز على قلوبنا، وهو نادي المصري البورسعيدي، واللي بيشهد حاليا تغيرات بهدف عمل موسم مختلف. تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع معنا هاتفيا الأستاذ الحسيني أبو أمر، نائب رئيس النادي المصري. برحب بحضرتك معنا يا فندم على أساس مليون السابع، أهلا بيك. أهلا بيك. في البداية هسأل حضرتك عن إيه مستجدات ملف استاد المصري، وإمتى هيكون جاهز الحقيقة لاستقبال الجماهير؟ وطبعا بالأمس كان في زيارة السيد وزير الشباب لتفقد أعمال كان طبعا في السيد المحافظ والسيد المعنيين ومجلس اداره النادي المصري. والحقيقه يعني بيطمنا طبعا ان احنا في متابعه من عندنا بشكل دوري مع عمليه الانشاء ومده الانتهاء من الاعمال. هم حددوا ان هو طبعا كان في 18 شهر بالنسبه للهيكل القرصاني والانتهاء من الاستاد، ففي خلال يعني اشهر قليله هيبقى عندنا هيكل قرصاني كامل، ويتم بقى تدخلات سواء في الملعب سواء في التشطيبات النهائيه. ده مدير المشروع بالامس اعلن ان خلال 10 اشهر هيبقى عندي هيكل خرساني كامل، وبدانا في التشطيبات الخاصه بموضوع الاستاد. لكن طبعا دي اجراءات، يعني مش 10 اشهر ده مش رقم يعني ينتهي من الاستاد عشان يتلعب عليه، لا الموضوع هيمتد ممكن اكثر من كده شويه. طب هل يا فندم الاستاد طبعا كان في بدايه 12,000 متفرج، وحقيقه تحركات الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي مع الوزير مع المحافظ مع لجنه الشباب مع الجميع، عملنا اكثر من اجتماعات وصلنا الى زياده الساعه من 12,000 ل 18,000، وهيزيدوا يصل لحوالي 20,000 متفرج ان شاء الله. وده ساعه مقبوله بالنسبه للنادي المصري وجماهيره. الاستاد طبعا في مزايا كتير جدا بالنسبه للجمهور تحديدا ولاعبي كره القدم، سواء على مساحه النجيله نفسها كبر المساحه سواء في الطول وفي العرض، او على مستوى ان هو الملعب ملعب كره قدم وبدون تراك، وبالتالي على شكله الملاعب الانجليزيه يعني. وده حاجه كويسه، يبقى الملعب فريد من نوعه على مستوى مصر، والملعب بيشمل فندق وطبعا يعني مقصوره رئيسيه، وفيها طبعا جبائن اقامه للفي اي بي، وفيها حاجات متعلقه بمزايا كثيره جدا بالنسبه للجمهور، وفي رمبات على شكله طبعا مكان موجود في قطر لخروج الجماهير، في سيوله وسهوله خلال 5-6 دقائق ما يبقاش في جمهور داخل الملعب، يعني في سهوله بدأ. كلها معموله لحمايه الجماهير والسلامه والامان. كل يعني الاستاد معمول على احدث اللي هو بيسموه الجيل الخامس من الاستادات على مستوى العالم، كل المعايير العالميه اللي الاستاد ان شاء الله يتم تنفيذها ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك يا فندم، يعني هل تم رفع ايقاف القيد وقيد الصفقات الجديده بالفريق؟ لا، احنا تعاقدنا يعني النهارده الفريق في مرحله الاعداد في المغرب ان شاء الله يجوا من الجمعه باذن الله. هو عقب معسكر خارجي ان شاء الله يعني، وبيعمل ماتشات وديه، وكابتن علي ماهر طبعا مهتم جدا يعني مدرب يعني محترف وشاطر، واحنا يعني عنده سي في قويه، مدرب طبعا يعني يملك طموح المنافسه وطموح الفوز، يعني كل ده الحقيقه يناسب النادي المصري. عشان كده كان اداره النادي بدات الاستاذ كامل تعاطف معاه، عشان مهم جدا يكون مشروع داخل النادي المصري. اللي انا عاوز اكد عليه ان النادي المصري جاب احتياجاته من اللاعبين، واذا كان في حاجات طبعا متعلقه ان شاء الله بنعلن في حينها، لكن حاليا الصفقات مرضيه لينا وللجماهير وللاداره الفنيه. مفهوم. طيب خليني اسال حضرتك يا فندم، يعني ايه هي المراكز اللي حضراتكم قررتوا دعمها قبل غلق ملف الانتقالات الصيفيه؟ لا ليه، احنا يعني تم يعني مستوى الدفاع وعلى مستوى الباك اليمين وعلى مستوى الديفندر وعلى مستوى اللافات وعلى مستوى الفراوده، يعني كل ده تم التعاقد، يعني عندنا تنوع في الصفقات بتاعتنا، يعني عندنا كل المراكز تم التدعيم فيها.
ما عدا حراس المرمى عندنا الحراس موجودين، لكن يعني اصبح في افتكر ديبن يوسف بجوار مروان، في عندنا الشامي، في عندنا سمير فكري، في عندنا يعني في طبعا ميدو جابر، في يعني كل المراكز في الديفندر، وفي الدفاع في احمد عيد، في يعني احمد ايمن منصور، في باير محمد، يعني دي صفقات كلها في جميع المراكز اللي محتاجه، بالجانب ان احنا عندنا قوام فريق قوي جدا، وكان بيأدي بشكل كويس في الموسم المنقضي، ووصل لمكانه كويسه، ودي تدعيمات ان شاء الله يكون عندنا فريق قوي يلبي طموحات جماهير النادي المصري والاداره والجهاز الفني. بإذن الله يا فندم. طيب عايز أسأل حضرتك إن كان في عرض سعودي لإلياس الجلاصي، يعني عايز أعرف من حضرتك موقف النادي المصري في التخلي عن اللاعب في الموسم الانتقالات الجاري. هو الياس الجلاطي باقي في النادي المصري، ما فيش عندنا اي شيء رسمي بالنسبه للموضوع ده، كل ده بقى كلام وكلاء وبتداول وسائل الاعلام، لكن على المستوى الرسمي ما فيش حاجه. طيب أخيرا، لكن اللاعب لاعب مهم بالنسبه لنا ولاعب كبير. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب يعني طموح المصري يا فندم في الموسم الجديد، يعني هختم مع حضرتك بالسؤال ده. يعني اكيد طموحنا يكون افضل مما كنا عليه في العام الماضي، وبالتالي النادي بيدعم بشكل ده بيصرخ للاداره بقياده مستر كامل، اللي هو يعني مول كل هذه الصفقات من جيبه الشخصي، حقيقه الراجل بيعمل منفردا الحقيقه، يعني ما بيبخلش، وده يعني الحقيقه حبا في ناديه والنادي المصري وجماهير النادي المصري، هو نفسه طبعا ومع الاداره مع الجمهور ومع الاداره الفنيه ان النادي المصري يكون في مكانه تليق بيه وبجماهيره. انت بتعملي اللي عليك، بنعمل ناخد بالاسباب، بتعملي الواجبات اللي عليك بشكل كويس. اعتقد ان احنا يعني الموسم ده موسم في سوق الانتقالات كبير بالنسبه للنادي المصري، وبالتالي يعني اللعب ده بقى على الاداره الفنيه واللاعبين ان شاء الله يكونوا يعني عند حسن الجماهير والطالع، وان شاء الله يكون في الايام الجايه النادي يؤدي بشكل كبير ويصل الى مكانه طالب فيه نادي مصر. اكيد نفسنا في كل حاجه، ثقافه الفوز عندنا، ثقافه البطوله، كل ده موجود، حلم مشروع بالنسبه لينا، لكن دي كلها حياه تبقى مرتبطه باداء لاعبين واداره فنيه صحيح. وامور اخرى. نتمنى يكون التحكيم طبعا السنه دي في على مستوى البطوله، ويبقى في عداله اكتر، واحنا ما بنتكلمش عدل، ولكن يعني مهم جدا جوانب التحكيميه، جوانب التسويقيه، جوانب الاداره نفسها، كل دي جوانب وعوامل بتساعد في ان الفريق يصل لمكانه كبيره من عدمه. صحيح. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الحسيني ابو قمر نائب رئيس النادي المصري على وجود حضرتك معانا، نورتنا وشرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا. وشكرا موصول لكل حضراتكم على طيب المتابعه، شكرا جزيلا والى اللقاء.